خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي مع انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ في صباح هذا اليوم. سباق الحول والزمول في هذه اللحظات تعلن انطلاقة ثاني أشواطنا الصباحية الذي خصص للزمول. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة في رحلة 5 كيلومترات. مباشرة أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع ناهي على المركز الأول من هجن سيح السلم، يتابع سعيد بن عبيد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني القادم شاهين على ثاني المراكز من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز الثالث يتقدم شاهين لاسمه شيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، يتابع في عملية التضمير والتدريب هزاع بن عبيد بن ركاض آل علي. النقلة للمركز الرابع ورابع الانطلاقات يتواجد غازي القادم لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكثوم، يتابع مشري بن سالم بالعرض الحميري. النقلة للمركز الخامس وأتابع القادم في هذه اللحظات شاهين القادم على خامس المراكز من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. النقلة للمركز السادس يتواجد سلهود على سادس المراكز لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع الحميني من يتابع في عملية التضمير والتدريب. نقلتنا إلى المركز السابع ويتواجد شاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. ثامن المراكز يتقدم مياس من هجن سيح السلم ويتابع سهيل بن مبارك بن مرخان الاشتبي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام مع أول انطلاقات الزمول. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى ناهي على المركز الأول من هجن سيح السلم. سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد من يتابع في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني يأتي الهلالي، يأتي غياث الهلالي مقدما شاهين من هجن العاصفة على المركز الثاني. ومن قدم الشاهينية في أول الأشواطنا الصباحية المركز الثالث. أتابع المركز الثالث القادم شاهين لاسمه شيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان هزاع بن عبيد بن ركاض العلي من يتابع في عملية التضمير والتدريب. النقلة للمركز الرابع، أتابع المركز الرابع يتقدم شاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الخامس وصلنا مع المركز الخامس ويتقدم سلهود القادم، سلهود لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يأتي مضمر الشرق الأوسط ويقدم سلهود على المركز الخامس. المركز السادس يتقدم شاهين من هجن العاصفة قادم بمتابعة غياث الهلالي. المركز السابع، المركز السابع مياس القادم من هجن سيح السلم، يتابع سهيل بن مبارك بن مرخان الاشتبي. وكذلك يأتي على المركز الثامن غازي القادم لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يتابع مشري بن سالم بالعرض الحميري. هكذا هي النتيجة، هكذا النتيجة. ومع النداء الثاني ما شاء الله، مع هذه الأسماء المنطلقة ما شاء الله، ومع
هذه السلالات القادمة مع تحديات هجني أصحاب السمو والشيوخ. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. ناهي ناهي على المركز الأول، ناهي على الصدارة والمقدمة. بدأ يباعد المسافة من البداية ما بين وما بين بقية المراكز. سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد من يتابع ناهي على المركز الأول، ماخذ له كادر بروحه. ها هو ناهي على المركز الأول، بدأ يغادر المنعطف الأخير. وناهي على المركز الأول، هجن العاصفة قادمة على المركز الثاني والثالث مع شاهين وشاهين بمتابعة غياث الهلالي. المركز الرابع القادم في هذه اللحظات، يتقدم شاهين لسمو شيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، يتابع هزاع بن عبيد بن ركاض آل علي على المركز الرابع. شاهين هجن العاصفة على المركز الخامس، ولكن بدينا نغادر لافتة الكيلومتر الأخير. وناهي على المركز الأول، ناهي ما شاء الله نهى الشوط لصالحه. ها هو ناهي نهى الشوط لصالح اجنسي حسلم على المركز الاول. سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد هنا من يتابع ناهي، من يساير ناهي في هذا الانطلاق. روح ناهي باول اشواط الزمول من هجن اصحاب السمو والشيوخ. ما شاء الله تبارك الله على ناهي مساري هذا الشوط من البداية، وهو على المركز الأول متحكما بمسار هذا الشوط. ناهي ناهي وبدأ يقترب في هذه اللحظات من المقصورة الرئيسية من خط النهاية. هنا في هذه اللحظة يغادر 400 متر الأخيرة، وناهي على الصدارة. تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات نوجهها إلى هجن سيح السلم وإلى المضمر المتابع لناهي سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد والعصافي الابطان. بدون اي اوامر ولا تعليمات، دفع ذاتي اداة تلقائي، يطوق 5 كيلومترات في رأس هذه الاسماء. تهانينا والناموس لهجن سيح السلم على فوز ناهي خاطفا اول اشواط الزمول. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد. مشكور يا بن مروشد من تابع انطلاقة ناهي وتألق ناهي مع أول أشواطنا للزمول. المركز الثاني، وصل شاهين من هجن العاصفة المركز الثالث، شاهين من هجن العاصفة المركز الرابع سلهود لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، والمركز الخامس شاهين لاسمه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام حضورنا الكريم. نعود في هذه اللحظات على قنوات دبي ريسنج ونتابع ناهي ولحظات وصول ناهي خاطفا اول اشواط الزمول. والعصافي الابطان بالتوقيت 8:10:7 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن سيح السلم. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد من تابع ناهي في هذا الانطلاق مؤكدا حضور هجن سيح السلم. المركز الثاني شاهين من هجن العاصمة قدم على المركز الثاني بالتوقيت الزمني 8 دقائق في هذه اللحظات نتابع و26:09 من الثانية. تهانينا وناموس لهجن العاصمة، تهانينا وناموس لغياث الهلالي. نتابع المركز الثالث والتوقيت الزمني، ساعة وصول شاهين من هجن العاصمة بالتوقيت الزمني مقدار 8:28:03 من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا والناموس لغياث الهلالي.